وهذا أيضا يسأل يقول: ما حكم الذهاب إلى أماكن الشرك والذهاب إلى من يطوف على القبور لمجرد الرؤية والمشاهدة؟ من غير إنكار ما يجوز هذا، ستفرج تفرج عليهم، تأمن على نفسك أنك تصاب بهم، فلا تذهب للتفرج فقط، تذهب لأجل تنكر عليهم، تدعوهم إلى الله، تبين لهم، هذا طيب. نعم.